positive, and yesterday all the waiting for the PCR results, but we are here, we are happy to be here, we are ready to play tomorrow, and we want to show our best performance. We want to play for the Federation, for the country, for the flag, for the Tunisian people, and hopefully can show our best level tomorrow. والله رحلة كانت متعب شوية قعدنا 24 ساعة معناها باش وصلنا اليوم دي البارح ما نجمناش نترانيو وكان أول نهار كونفينمون بالنسبة لنا نحنا حاولنا لو ماكسيموم باش ما نخسروش النهار هذيك درنا شوية معناها بعضنا في الأوتيل غاديكا سور بلاس واليوم كانت أول نهار أونترينمون أجواء باهية ليكيب ان شاء الله حاضرة جروب باهي ابخوكو جروب معناها جديد موين داج نتاعو 24 سنة حاولنا نونتاني والصغار معانا مكتارفة ولا افرو باسكيت بالنسبة اليوم هما دونك يكون فما شوية خوف فما شوية تراك هذيك الغول متاعنا نحنا الكبار اللي عندهم اكسبيريونس معناها في الافرو باسكيت اللي باش يحاولوا معناها ينكدريوهم باش يكونوا حاضرين معناها للاشيونس هذيا وان شاء الله ربي معانا وان شاء الله نشرفوا كرة السلة النسائية ان شاء الله احنا عازمين باش نعملوا ان شاء الله بريستاسيون باهية وباش ندافعوا على درب وتونس وان شاء الله بقدرة ربي لاباس ان شاء الله.